الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. الإضاءة الطبيعية للبشر كانت بالزيت، بعد قرون طويلة اكتشف البشر أنه من الممكن أن يستخدم النفط في الإضاءة. وهذا كان في تصور البشر بمثابة قفزة. تصور البشر أنه بهذا التغيير أصبح العالم مضيئا جدا، لأن النفط يضيء 3 أضعاف 4 أضعاف الزيت. لكن البشر كان غافلا عن وجود شيء آخر له قدرة إضاءة ملايين الأضعاف لقدرة إضاءة الزيت والنفط، وهو الكهرباء. مشكلة المعادلات التافهة والمعادلات الراقية، مشكلة البشر التافه والبشر الراقي. البشر الذي يدور في المعادلات التافهة يكون تافها، البشر الذي يدور في المعادلات الراقية يكون راقيا. معادلات القدرة عند البشرية التافهة ما هي؟ قدرة السلاح، قدرة المال، قدرة الدبلوماسية، قدرة الإعلام، قدرة الإنترنت. هؤلاء الذي نسميهم البشرية التافهة يدورون مدار هذه القدرات بالضبط مثل البشر الذي كان يدور مدار إضاءة الزيت وإضاءة النفط. لماذا يدورون مدار هذه الأمور؟
لأنهم يجهلون وجود شيء كبير جدا. البشر كان يدور مدار الإضاءة بالزيت، ينوع، يشكل، يعمل، يسعى في ماذا؟ في دائرة الإضاءة بالزيت، يصنع أشياء مختلفة في أي شيء، في الإضاءة بالزيت. عندما اكتشف وجود شيء اسمه الكهرباء استسخف نفسه وماضيه. اليوم هذا الشيء لا يكون إلا بعنوان شيء تراثي يحتفظون به. البشر اليوم يستخف، يستهزئ بذاك الزمن. لماذا؟ لأنه اكتشف شيء أعلى بكثير من ذلك الشيء. البشر الذي يدور مدار قدرة السلاح، مدار قدرة المال، مدار قدرة الإعلام، هذا بشر تافه. لماذا؟ لأنه يجهل وجود قدرة، قوة، طاقة أكبر من كل هذه الطاقات، لا قليلا بملايين ومليارات الأضعاف. ما هي تلك المعادلة التي تكون عندها معادلة المال والسلاح والإعلام والسياسة والاقتصاد والدبلوماسية كلها تافهة؟ ما هي تلك المعادلة الراقية؟ هي معادلة الارتباط بالله عز وجل عبر الارتباط بأهل البيت صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. البشر لا يعرف هذه المعادلة، يدور حول ماذا؟ حول السلاح، حول المال. لا يدرك أنه توجد معادلات فوقانية، معادلات عالية، معادلة السياسة والاقتصاد والسلاح وأمثالها. هذه المعادلات بالنسبة إلى معادلة إنا غير مهملين لمراعاتكم، تلك المعادلات بالنسبة إلى هذه المعادلة كفلس أمام مليارد دينار. لا، أخطأت، أقل من الفلس، كصفر أمام مليار. أمثل لكم بمثال نفهمه ونعرفه. عدو لك يريد أن يحرق دارك، ماذا يصنع؟ يأتي بمقدمات الإحراق وبمقومات الإحراق، يهيئ كل شيء، يشعل الدار لا تشتعل، لا تحترق. عجيب، الدنيا أليست دار الأسباب والمسببات؟ نعم. لماذا الدار لا تحترق؟ يشعل، المقدمات موجودة، المقومات موجودة. السبب في ذلك أنك جئت بقانون يغلب قانون الإحراق، قانون ينسف قانون النار. ما هو ذاك القانون؟ جئت بجهاز، هذا الجهاز ملأ الدار بمادة ثنائي أكسيد الكربون، هذا الذي يسمى في عرف الناس ثاني أكسيد الكربون. مادة ثنائي أكسيد الكربون لا يطفئ النار،
لا يجعل النار ضعيفة بل يقتل النار قبل ولادتها، ينسف النار، يعني لا يجعل مجالا لوجود النار. ليست القضية تضعيف، أصلا النار لا توجد، تريد أن تحرق هذا الدار لا تتمكن. لماذا؟ لوجود قانون علوي، قانون فوقاني بالنسبة للنار، قانون ثنائي أكسيد الكربون، هذا قانون فوقاني. معادلة إنا غير مهملين لمراعاتكم معادلة فوقانية. القضية ليست قضية فلس أمام مليار دينار، لا، أصلا لا فلس. قانون إنا غير مهملين لمراعاتكم لا يجعل تتولد تلك الأمور التي يريدها أعداؤك. حسب تعبير العلماء دليل حاكم، دليل غالب. أعطيكم دليلا واضحا جدا جدا، بعض الأدلة تحتاج إلى استدلال عقلي معقد، استدلال علمي، لا، أعطيك دليل جدا واضح. المؤمنون الشيعة بعد رسول الله، بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، كانت نسبتهم المئوية من بين جميع المسلمين أقل من 2 بالألف. المدينة المنورة كان عدد سكانها آنذاك 10,000 أو يزيد على 10,000. كل الشيعة في المدينة المنورة كان لا يتجاوز عددهم رجالا ونساء، كان لا يتجاوز عددهم 20 شخص، يعني أقل من 2 بالألف. نسبتهم كانت في عدد سكان الأرض تقديرا، لأن عدد سكان الأرض آنذاك ليس معلوما بالتحديد ولكن كتقدير علمي، نسبتهم كانت في عدد سكان الأرض أقل من 7 من 10,000. ثانيا، كل القدرات كانت ضدهم، أليس كذلك؟ وأية قدرات؟ ليست القدرات العادية، إمبراطوريات كانت ضدهم. في وقت كان عدد المؤمنين على وجه الكرة الأرضية أقل من 100 شخص، أرادت إمبراطوريات أن تنسف وجود المؤمنين، يعني أن تقتلعهم من جذورهم. إمبراطوريات عندها أي شيء تريد بالمعادلات التي أسميها معادلات البشر التافه. انظروا هذه المعادلات بالفعل معادلات بشر تافه أم لا؟ كل المعادلات كانت موجودة عندهم، أي شيء تريد، إعلام بأيديهم، أي إعلام، الإعلام الذي يصنع من مولى الموحدين كافرا، يعني يقلب المعادلات هكذا قلب عجيب، إعلام قوي جدا. سبعون ألف منبر وعش 70,000 منبر وعشرة من فوقهن يشتمون حيدرة. 70,000 منبر وأكثر، يعني إعلام بما لكلمة القوة الإعلامية من معنى. أموال، أصلا الأموال ما كانت شيء عندهم، الملايين والمليارات لا شيء عندهم.
بشر، سلاح، ما الذي تريد؟ بهذه القدرات أرادوا صرف كل هذه القدرات لنسف وجود المؤمنين، لنسف وجود الشيعة. تمكنوا أم لا؟ لماذا ما تمكنوا؟ أليست الدنيا دار الأسباب والمسببات؟ دار المعادلات؟ هذه معادلات موجودة. لا أقول ما تمكنوا أن ينسفوهم، تمكنوا أن يبقوا على عددهم؟ لا. 2 بالألف من المسلمين، كم هي نسبتهم الآن؟ أكثر من 250 بالألف. 7 بالعشرة آلاف، كم هي نسبتهم الآن؟ أكثر من 700 في 10,000. كيف صار؟ عندهم قدرات، كانت معادلات مادية موجودة عندهم؟ لا أبدا. عندهم سلاح، عندهم مال. إمامهم يبقى جائعا لأنه ما عنده لقمة طعام. مال عندهم، أين المال؟ إعلام عندهم، أين الإعلام؟ سلاح عندهم، أين السلاح؟ كيف حصل هذا الشيء؟ فسر لي. الدنيا ليست دنيا المعادلات. لماذا؟ نعم، الدنيا دنيا الأسباب والمسببات، دنيا المعادلات. إذن توجد معادلة فوقانية، معادلة تنسف تلك المعادلات. لا أقول تضعفها، تنسفها. يا أخي، قدرة عالمية كبرى، أكبر قدرة عالمية تريد نسف وجودك؟ كل وجودك أقل من 100 شخص لا يملك شيئا. لا أقول ما تمكن أن ينسفك، ما لا أقول ما تمكن أن يضعفك، ما تمكن أن يقف أمام توسعتك. يعني ما صنع ولا شيء، المعادلات انعكست. إنا غير مهملين لمراعاتكم، رعاية فوقانية. إمامك يرعاك. إمامك من هو؟ هو الذي بيده السماوات والأرض. معادلة فوقانية هذه. ماذا نصنع؟ جهل. لا شك من أقول جهل، جهل، جهل واقع. يزيد عليه لعائن الله تترى أبد الآبدين. السيدة زينب سلام الله عليها أخذوها أسيرة إلى الشام، امتحانها إلى أول 40 بعد استشهاد سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. امتحانها انتهى خلاص من ذلك اليوم وإلى هذا اليوم وإلى يوم القيامة. ترتقي ويرتقي اسمها، يصعد اسمها بحيث لا تتمكن قدرات الأرض كلها أن تمس اسمها. الجبابرة الطغاة الذين أرادوا نسف اسمها تمكنوا أن يضعفوا اسمها. لا أقول نسف، مشكلتهم ما هي؟ مشكلة هؤلاء، مشكلة الفئة التي تعيش في عالم الإضاءة بالزيت، لا يفهم. مشكلة عدم فهم وجود معادلات ثانية، معادلات فوقانية. هذا الفيروس الذي اشتغل العالم به، عطل، نسف، غيار، خرب أشياء سيئة وأشياء حسنة،
عطلت أشياء وراءها قدرات عالمية. الجامعات وراءها كل الحكومات، تدعمها كل الحكومات، الجامعات عطلت. الاقتصاد حسب المظهر أصبح نصف مشلول. الاقتصاد وحدث ما حدث رأيتم وترون. الشعار الحسينية المقدسة التي لا توجد حكومة واحدة على وجه الكرة الأرضية تدعمها، بل توجد حكومات علناً ضدها، بصريح العبارة ضدها. قدرات عالمية موجودة ضدها، وحاولوا بكل جهدهم، استغلوها فرصة، تمكن وحاولوا وسعوا وصرحوا. الشعار الحسينية توقفت، زيارة الأربعين الكل تقريبا كان متيقنا أنه في هذا الأربعين الماضي سوف لن يحضر في كربلاء إلا لعله بضع مئات شخص حسب الإحصائية الرسمية، أكثر من 14.5 مليون زائر. في هذا الوضع العالم كله وقف صفا واحدا ضدها، ضد الشعار الحسيني. تمكنوا؟ كيف يمكن؟ قوة فوقانية، ثنائي أكسيد الكربون الذي ينسف النار من جذوره لا يجعل النار أصلا تحترق، أن تكون نار. معادلات البشر التافهة والمعادلات التافهة للبشرية. إن شاء الله نأمل أنه يوما من الأيام هذا البشر يفهم، يعي، يعلم، يعقل. القرآن الكريم يقول ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لماذا؟ المعادلات الدنيوية خلافها، هذه معادلة، ولكن المنافقين لا يعلمون. جهل، مشكلة جهل. إن شاء الله يعلم في المستقبل. الكلمة الأخيرة كلمة في جملة أقول، المعادلات الراقية للبشر الراقي لا تكون إلا فقط وفقط، 100 مرة قل فقط، لا تكون إلا عند محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. في أدعية رجب تقرؤون، اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاة أمرك، إلى أن يقول لا فرق بينك وبينها. هذه الآيات ولاة الأمر لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك. اللهم صل على محمد. لا فرق بينك وبينها. المعادلات الكبرى هناك، المعادلات الكبرى عند من يستأذن ملائكة الله منهم، اصعد انزل
اعمل ما شئت ستصل، إن وصلت إلى الحقيقة ستصل إلى هذا الباب. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره، نور الله مثل نوره كمشكات، المشكات فاطمة. صل على محمد. الآية التالية مباشرة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في الآية التالية مباشرة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، علي وآل علي صلوات الله عليه. تصل إلى هذا الباب، إلى هذا البيت. أبارك لكم الذكريات السعيدة المباركة في هذا الأسبوع القادم، ذكرى ميلاد سيد الوصيين، إمام المتقين، أمير المؤمنين، يعسو بالدين، مولانا وسيدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ذكرى ميلاد الإمام التاسع، الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد، وذكرى ميلاد بطل من أبطال كربلاء الصغير العمر والقصير العمر والعظيم الشأن، علي الأصغر ابن مولانا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، أن يأخذ بأيدينا حتى لا نفرق عن هذا البيت الطاهر الذي أذن الله أن يرفع. اللهم بحق محمد وآل محمد لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.